اليوم رح نحكي عن موضوع خلينا نقول شائع جدا وحديث الناس، وهو الذكاء الاصطناعي. اليوم غزا المواقع التواصل الاجتماعي هذا الذكاء، غزا حديث الناس. شو هو الذكاء الاصطناعي اليوم؟ كيف قادر، خلينا نقول بداية هو ذكاء بحاكي الذكاء البشري، ولكن للأسف صرنا عم نشوف يتم استخدامه بأساليب جدا بشعة غير قانونية. عم نشوف اليوم فبركة كتير لصور، لمقاطع فيديو، لسرقة باسورد فيسبوك، كلمات مرور لأشخاص، ولكن دائما نحن بنقول القانون وضع لحماية المواطن. صحيح يا رشا، نحن اليوم عايشين بعصر التطور والذكاء الاصطناعي صار موجود بكثير من المجالات. يمكن في له اكيد كثير ايجابيات، ولكن سلبيا من الناحيه القانونيه في كثير من الامور يمكن الناس ما بتكون واعيه الى ولا اثارها السلبيه. رح نتعرف عنهم اكثر مشاهدينا مع ضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستوديو، الاستاذ فادي الرحال المحامي. اهلا وسهلا فيك. يسعد اوقاتك. يسعد اوقات الساده المتابعين. طبعا موضوع الذكاء الاصطناعي هو من المواضيع كثير حساسه والمهمه، اكيد خصوصا مع التطور وسائل العلوم التكنولوجيا. اهلا وسهلا استاذ فادي، خلينا نصبح عليك، كيفك اليوم؟ يسعد اوقاتك. كنا عم نقول انه تحت الهواء انه اليوم العقل البشري اللي قادر اليوم انه يخترع او يعمل هذا النظام والتقنيات قادر اليوم انه يحد من خطورته. قلت لي صعبه لانه برمجيا يعني معقده القصه. خلينا قبل ما نروح بهذا الموضوع نحكي شو هو الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي باختصار هو من العلوم البرمجية الحديثة المتطورة. هذا العلم يقوم على مجموعة من الخوارزميات التي تحاكي العقل البشري بطريقة التفكير، ولكن دون الصعوبات اللي بيعانيها العقل البشري، اللي من ضمنها هي موضوع النسيان، من ضمنها هي الحالة الإنسانية اللي بيعيشها الإنسان أثناء النهار اليومي. وبالتالي أنت عم تحكي عن آلة مبرمجة بتكون في عندها مجموعة من العمليات والأوامر يلي بتخليها تتجه باتجاه معين. يعني بمجرد ما أنت أدخلتي إلى بعض المعلومات فهي بتتعامل معه بطريقة وكأنه إنسان بشري هو عم يتعامل مع هذا الموضوع، ولكن هون نحن عم نحكي عن آلة. طيب أستاذ فادي، بعد ما تعرفنا من حضرتك عن الذكاء الاصطناعي خلينا نحكي ونتعرف أكثر اليوم قانونيا، هل عالج المشرع السوري المسؤولية القانونية المترتبة على تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ خلينا نوضح أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع، لأنه يمكن كثير منا في نقاط قانونية ما يكونوا كثير واعيين عنها. تمام. المشرع السوري طبعا عالج موضوع الذكاء الاصطناعي، ولكن دون ان يستخدم مصطلح الذكاء الاصطناعي. كيف يعني؟ عندنا نحن المرسوم رقم 17 سابقا، هو اللي كان السائد في سوريا، اللي كان متعلق بموضوع جرائم المعلوماتيه. فيما بعد طبعا نتيجه التطور وازدياد حالات الجرائم الموجوده، اضطر المشرع السوري ليطور التشريع، فاوجد القانون رقم 20 لعام 2022. طبعا كمان القانون الجديد لم يعالج موضوع الذكاء الاصطناعي مباشره أو ذكر اسم أو مصطلح الذكاء الاصطناعي ضمن التعريف، وإنما عالج الآثار الجرمية المترتبة على الذكاء الاصطناعي. كيف يعني؟ عندنا مثال على ذلك موضوع جرم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، جرم المساس بالحشمة أو الحياء. هاي الأفعال الجرمية هي ما ركز المشرع على الوسيلة المستخدمة، فقال إنه هاي الجرائم ترتكب من خلال وسائل تقانة المعلومات. خلى الموضوع عريض، لانه انت وسائل تقانة المعلومات هي مساله متطوره، الوسيله المستخدمه اليوم هي اكيد رح تكون غير بكره غير بعد بكره. مثال الجوالات، انت بتتذكري انه احنا كنا نستخدم جوالات كبس، بعدين انتقلنا لللمس، فبالتالي صار في تطور، ولسه رح ننتقل للجيل الابعد من هيك حتى يختفي الجهاز من بين ايدينا. ممكن نتحول امام شاشه ما لها كيان مادي وانما الى كيان مرئي، فانت بتشوفيها وبتتلمسيها قدامك بس غيرك ممكن ما يشوفها لهي الشاشه. تمام. طيب اليوم أستاذ خلينا هيك شوي نتوسع بالعقوبات والأحكام السورية. اليوم شفنا موجة من الصور المفبركة والفيديوهات، وقالوا اليوم شغل الذكاء الاصطناعي وشفناها متواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم كيف نظر القانون السوري لهي الناحية؟ تمام. من شوي حكينا على موضوع انه عندنا جرائم المساس بالحشمة او الحياء. المادة 21 الفقرة ألف من القانون 20 لعام 2022 عالجت هذا الموضوع. اللي بتقلي انه اي شخص بيقوم بالتلاعب بصوره او طبعا ثابته او متحركه، المقصود فيها المتحركه، الانتقال الى مقاطع الفيديو او التسجيلات الصوتيه او حتى المراسلات، اي عمليه تلاعب ضمن موضوع حوارنا اللي هو موضوع الذكاء الاصطناعي. اذا تمت عمليه التلاعب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كيف يعني؟ نحن حاليا اصبحنا امام عالم مفتوح. كيف يعني عالم مفتوح؟ بالنسبه لحياتنا الشخصيه،
الشخص خلاص مسك الموبايل فورا، هو قاعد ببيته بينشر مقطع فيديو عادي، ممكن يكون بالنادي، ممكن يكون هو طالع زيارة طالع، فبالتالي أصبحت حياته الشخصية مباحة طبعا بسبب خطأ منه، فممكن يقوم بنشر مقطع فيديو عادي لا يتضمن أي مسائل تتعلق بالمساس بالحشمة أو الحياء. هون بقى دور المجرم، المجرم لما يأخذ المقطع في تقنيات معينة بتستخدم الآلية التالية ببساطة، هي باختصار إدخال المعطيات الموجودة بين إيديه اللي هي صور عادية أو مقاطع عادية أو مراسلات عادية أو تسجيلات عادية، إقحامها بتسجيلات أو مقاطع فيديو ببساطة إباحية. نفترض مقطع فيديو عادي إدخاله بمقطع فيديو إباحي، وبالتالي هذا المقطع رح يتم على الشكل التالي: سحب ملامح الوجه الموجودة بالفيديو الأول اللي هو المقطع الخالي من الإباحية، وإقحامه بالمقطع الآخر اللي هو اللي موجود فيه الإباحية. هون أنا صار عندي وقت في نيل من سمعة الشخص لما يتم التلاعب بهي المقاطع الموجودة. المشرع السوري كيف يتعامل مع هذا الموضوع؟ قال لي مجرد عملية التلاعب إذا قام فقط بالتهديد بنشرة أو قام بإرسالة للشخص نفسه اللي هو الضحية أو قام بإرسالة لشخص آخر، يعني ما تم نشر علني، فأنا هون عندي عقوبة جزائية اللي هي الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة من 1 مليون ل2 مليون ليرة سورية. طبعا هي حاليا، ونحن بتعرف أنه التشريعات في تطور، أكيد نحن رح نشوف فيما بعد تطور للتشريع وبالتالي التشدد في العقوبات. طيب لنفترض أنه هذا الشخص قام بالتهديد، يعني بعت لك المقطع وقال لك أنه بده مصاري، بده مبلغ من المال، أو بده موقف معين منك، أو شيء معين تقدمين لك خدمة، وبالتالي أنت أصبحت هون ضحية تحت التهديد. إذا قام الفاعل بالتهديد وبالنشر نتيجة عدم التجاوب من قبل الضحية، وبالتالي هون تشدد العقوبة استنادا للفقرة الأولى من المادة 16 اللي حكينا عنها، بتصير العقوبة أنت عندك من حبس من 1 إلى 2 سنة بالإضافة للغرامة من 2 مليون ل3 مليون. ننبه لموضوع كتير مهم، أنا هاي الأرقام اللي عم بحكيها هي حبس غرامة، ولكن الشخص الضحية المعتدى عليها هون إذا كان نفترض علامي، إذا كان طبيب، إذا كان محامي، إذا كان شخص عادي، بيبقى لأنهم هدول الأشخاص بغض النظر عن صفتهم المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق فيهم. المطالبة عن التعويض شو هون؟ اللي هي مبلغ بتقرره المحكمة للشخص، تعويض أو جبر الضرر. شو يعني جبر الضرر؟ إنه أنا أوكي مثلا إذا أنا كطبيب صار في إساءة لي، الإساءة انتقلت لمهنتي لعلاقاتي مع أصدقائي، وبالتالي من حقي طالب بالتعويض. عمليا المحاكم لما يكون الشخص معروف، يعني إنه خلينا نقول بوجه عام أو شأن عام، هون أكيد تشدد بالناحية التعويض لناحية المبالغ المترتبة. أما إذا كان شخص مغمور، شخص عادي ما حدا بيعرفه، يعني عملية نسبة الضرر هي رح تكون 10% بالنسبة لما عارفه. أما الشخص المعروف اللي مثل نقول مثلا مطرب أو فنان أو شو ما كان طبيعة العمل تبعه، وبالتالي الضرر رح يكون كتير كبير. خاصة أصلا بدي نبه على نقطة كتير حساسة، أثناء وقوع الجرم اللي هي قيام بعملية النشر للمقطع، ممكن يجوا أشخاص ويعلقوا تعليقات مسيئة لصاحب الضحية خلينا نسميها. هلا هي الضحية اللي ممكن يكون مقطع حقيقي، معلش خلينا نكون ببساطة، أو مقطع فعلا تم دمجه من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي بمقاطع إباحية، وبالتالي الإساءة للضحية. أنا بنصح جميع المتابعين، أنا بنصح لا تشاركوا المقطع ولا تعلقوا تعليقات مسيئة أو تحتوي تنمر على صاحب المقطع الأساسي، لأنه بحق له من الناحية القانونية مقاضاة الأشخاص. ممكن شخص يقول لك إنه آلاف مؤلفة علقت، بغض النظر، لأنه ممكن تكون أنت واحد من بين هالأشخاص المؤلفة اللي يتم اختيارهم بالشكوى، وهذا عملنا عم نساوي نحن من خلال عملنا. هيك قصص عم بتصير، بيتم انتقاء بعض الأشخاص إن تعليقات مسيئة، طبعا هو الضحية هي اللي بتقدر مين ممكن تختاره من بين هالأشخاص. أكيد ما بنشتكي على كل الناس لأنه مستحيل إنك وقت تتابع كل الأمور، بس بننصحهم إنه ما ينجر وراء إنه هي صفحة عامة أو صفحة معروفة، ولو كان المسؤولية القانونية ما بتعرف إنه صفحة عامة، وما بتعرف حتى ولو كان الشخص ذات نفسه عنده حصانة، بس أنت المنشور بحد ذاته مخالف للقانون. يعني فعلا نقطة كتير مهمة، لأنه اليوم يمكن كتير من الأشخاص بينجروا وراء هي المواضيع، أي بوست ترند بتلاقيهم عم يعلقوا بدون ما يعرفوا أنه ممكن كمان يكون في لهم مشاكل بعدين. خلينا نحكي أكثر اليوم الأشخاص اللي بتتعرض للصور المفبركة، الفيديوهات، الابتزاز، التهديد، يمكن ما بتعرف أنه أنا لوين بدي أتوجه بعد ما أتعرض لأي مشكلة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنا لعند مين بروح، مع مين بتواصل، كيف بدي أثبت أنه هذا الشيء غير صحيح، شو هي الجهات المعنية بمتابعة وتقصي أجرائم المرتكبة من قبل هي التقنية؟ طبعا هذا سؤال من الأسئلة المهمة، لأنه ببساطة من فترة بتواصل معي شخص وقع على نفس الجرم اللي عم نحكي عنه، طبعا هو راح فورا اتجه باتجاه الأمن الجنائي بدون أي يكون أنه قائم بأي نوع من أنواع الإجراءات اللي بدنا نحكيها هلأ.
طبعاً الفرع الأمني الجنرالي ما رح يستقبل الشكوى إلا بآلية معينة، لأنه أنت عندك الآلية على الشكل التالي. أهم شيء نحن عندنا الدليل الرقمي اللي هو الاعتداء اللي أنت تعرضت له. الاعتداء اللي تعرضت له لازم توصفه بطريقة احترافية على الشكل التالي. كيف؟ اللي هي بداية لقطات شاشة للمنشور أو المقطع الفيديو المفبرك، نسخ مقطع الفيديو اللي تم فبركته ووضعه على سي دي. بنفس الوقت كمان رابط الحساب اللي قام بالإساءة بدك تنسخ الرابط، لأنه رابط الحساب هو باختصار رح أعطيها شو هي رابط الحساب. رابط الحساب خلينا نقول الكرة الأرضية، الوطن العربي، سوريا، دمشق، خلينا نقول المزة، خلينا نقول البناء كذا، طابق كذا. هاي العملية هي اللي بتحدد سرعة الوصول للجاني، فبالتالي لازم يكون كل هالقصص أنت طبعا حاططها. وننتبه لنقطة كتير مهمة وحساسة، إنه أنت ما تتلاعب بالأدلة الرقمية، ما تستخدم الفوتوشوب. أنت لما تستخدم الفوتوشوب إنك تحرف، لأنه أحيانا بتقول لك صبية أنا مقطع مبين فيه شيء من جسمي، أنت أوكي في احترام لخصوصيتك، تلاعبك بالدليل ما أنه ممكن يفسر على أنه في شيء منه صحيح غلط. طبعا بعد ما يتم تجهيز كافة الأدلة وتصوير صورة الهوية بيتم التوجه لإدارة لفرع للمحامي العام بالمحافظات التابعة لإلها. المحامي العام المختص بيوجهها إما لإدارة الأمن الجنائي فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية، أو إلى فرع الأمن الجنائي قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية، لأنه نحن عنا إدارة مركزية وعنا بالأفرع كمان توجد أقسام بتعالج هذا الموضوع. طيب اليوم نحن عم نحكي عن أدلة رقمية لأشخاص حقيقيين موجودين بالحياة، ولكن ممكن يكون الحسابات وهمية، ممكن نحن حساب وهمي يبعث شيء ينشر شيء ويعمل إنهاء حساب. يعني هون قانونيا في أي تصرف قانوني ممكن القانون إنه في تشريع له خاص؟ طبعا هون ننتبه لنقطة كتير حساسة، الجريمة المعلوماتية هي جريمة سريعة، كبسة زر تنشئ وكبسة زر بتختفى. لأجل هيك الفاعل الضحية لازم يكون سريعة البديهة، بمجرد ما تحسي حالك تعرضتي لفعل جرمي إلكتروني من خلال الذكاء الاصطناعي أو من خلال الوسائل التقليدية بوسائل تقنية المعلومات، فورا لقطة شاشة للدليل رأسا، أو إذا إجاك التهديد أو الابتزاز من خلال الواتساب تليجرام فورا أنت بتجيري التهديدات اللي موجودة، ممكن يكون في خاصية الحذف التلقائي أو حذف هو يحذف من عنده، فأنت تكوني سريعة البديهة بأنك فورا توثقي هاي الحالة. من ناحية الحذف ممكن رابط الحساب اللي حضرتك حكيتي عنه، موضوع انه في انا عندي شهود طبعا، اضافة للأدلة الرقمية انا في بثبوت الفعل الجرمي، سرعة تقديم الدليل مثل ما قلنا للجهات المعنية، اثنين انا عندي شهود فيما بعد اذا قدرنا نصل للشخص وقام بحذف الدليل الرقمي هو حذف الحساب، في عندك شهود لاحظوا الفعل الجرمي. هون انتبه اذا وصلنا للشخص بأسرع وقت ممكن كانت أمور جدا ممتازة، إذا ما وصلنا بيكون خطأ من الضحية، لأنه الضحية لازم تكون سريعة بالشكوى. أما مو والله أنا تعرضت للابتزاز مثلا يوم الأحد أو الشيء اللي صار معي يوم الأحد وبنطر ليوم الخميس لأروح أتقدم بشكوى بتكون انتهى الموضوع. بس أحيانا أستاذ يعني أنا قصدي أنه إذا كان وهمي الشخص اللي عم بيراسلني حدا وهمي، هل اليوم ممكن يتم متابعته؟ ممكن إذا كان في ارتكاب لخطأ. شو يعني الخطأ؟ أكيد الشخص اللي بيقوم بهي الأفعال ما رح يكون ساذج ويكون بسيط، رح يتعامل معك بطريقة احترافية على الشكل الثاني، لأنه يعني فايت فوتي بيعرف حاله أنه هي كبيرة. كيف يعني؟ ممكن يستخدم أنت عندك الكاسر الفي بي إن، الكاسر البروكسي، ممكن يستخدم معك صفحة وهمية، ممكن يستخدم اللي هي أشد اللي هي أنه يكون مخترق حساب لشخص آخر فبيستخدم هذا الحساب بالمتابعة الفنية، وصارت معنا كثير بالمتابعة الفنية أنه بيطلع الشخص شخص آخر ما له علاقة بالموضوع، وإنما حسابه اخترق بس ما بلغ عنه ولا قام بأي إجراء قانوني يؤكد حالة الاختراق، وبالتالي ممكن إذا ما أثبت براءته من هذا الموضوع، لأنه أنت عم تقول إنه الحساب هو الحساب مثل الهوية الشخصية، أنت عم تقولي ضاعت هويتك الشخصية، معقول ما نظمتي ضبط بضيع الهوية؟ نفس الشيء حسابك أنت، حسابك أنت بتعرفي إن فقدت السيطرة عليه، معقول ما تنظمي ضبط تثبتي واقعة فقدان السيطرة على الحساب؟ يمكن اليوم كمان منلاقي في كتير من البوستات أو كتير من المواقع نحن بلا شعور ممكن نحط أي معلومات شخصية أو تفاصيل شخصية عن حياتنا، هي المواقع وهي التفاصيل يمكن بصراحة تسبب لنا مشاكل لبعدين ويصير في تلاعب بالذكاء الاصطناعي. خلينا نوضح أهمية هذا الموضوع. تمام، ننتبه بالدرجة الأولى أنه نحن ما نحفظ كلمات المرور، كتير تنتبه أنت أثناء التصفح بيعطيك حفظ كلمة المرور بموقع صحيح. بمكان ما تجنبي عملية الحفظ تلقائي أو روابط بيبعتونا إياها أي رابط بيقول لك مثلا أنه إرفاق إشعارات، أو انتبهي على عملية كتير مهمة وحساسة من ضمنها هي حاليا منتشرة ممكن يخترقوكي وياخذوا منك حساباتك على الشكل التالي. كيف؟ بيجيكي إشعار على أنه أنت أنه فيسبوك عم يتواصل معك أو ذكرك، فأنت لما تروحي على المنشور الموجود بيعطيكي وكأنه هي ميتا اللي بعتلك هذا الموضوع. الرابط على الشكل حاطين الرابط وقايلي لك أنه حسابك أنت لازم
تتعاوني معهم لحتى يتم تأكيد الحساب. كيف يعني؟ معك 48 ساعة لم تتجاوبي ممكن يتم تأكيد الحساب إما 30 يوم أو بشكل دائم. طبعا أنت هون الرسالة مخيفة بالنسبة لي، وخاصة إذا شفتي أنت متى عم تحكي معك، فبتروحي بتتجاوب بتنقري على الرابط وبتمشي معه للأخير، فجأة بتلاقي حالك أنت فقدت السيطرة على الحساب اللي عندك، لأنه هو بالأساس رابط اختراق منه رابط، وخاصة أن صارت تستخدم نتيجة الملل، لأن صار يستخدموا المعتدين وسائل الذكاء الاصطناعي اللي بتقوم على عملية برمجية سريعة، عملية إلكترونية فورا ربط الذكاء الاصطناعي تجاوب على المرحلة الأولى فورا لحاله الحاسب بينتقل معه على الثانية وعلى الثالثة، وبالتالي بتلاقي الحسابات صارت متجمعة. هلا في اشخاص بتقلك انه شو بيستفاد هذا الشخص، لحلك شو بيستفاد. نحن بسوريا عمليا وسائل التواصل الاجتماعي هي لصباح الخير وكيفكم بس، اما بالنسبة للي برا هي وسيلة رزق عم يسترزق منها من خلال المتابعات والمشاهدات. ممكن لما يكون عندي حساب قوي جدا خلينا نقول اعلامي، في اعلام من اعلامي مشهور كتير صفحته هلا مخترقة ومسيطر عليها من الهند، شوفي منشورات هندية بتتفاجئي بتفوتي عليها بتلاقيها فعلا، بس انت تقولي شو الفائده؟ الفائده لحلك كيف بتكون؟ هو لما يكون عنده متابعين كثير تجاوزوا الالاف وبالتالي هن سيطروا عليها وهن كهن عددهم كبير، هذا الحساب صار مميز، فورا بيعملوا حساب بنكي بيربطوا بهذا الحساب، عمليات الحساب اللي عم تصير المشاهده اللي عم بتصير هي بتحقق ارباح ماديه. طبعا نحن ما بنقدر نحصلها بسوريا، بتعرفي نتيجه الوضع اللي نحن عم نعيشه كحصار لبعض الدول اللي هي بشكل عام مسيطره على موضوع الميتا ولا اي وسائل برمجيه خارجيه او تطبيقات خارجيه. طيب أستاذ فادي خلينا نروح ونبقى بالتشريع السوري، هل اليوم برأيك قانونيا اليوم التشريعات العقوبات الموجودة بمجال الذكاء الاصطناعي كافية؟ هل نحن بحاجة لتشريعات أقوى من هيك لضبط هي التقنية؟ طبعا أكيد التشريع السوري حاليا يعتبر هو بمرحلة التطور الثاني، لأنه التطور الأول هو كان مرسوم 17، التطور الثاني قانون 2022. بالتأكيد لابد أنه نحن نطور القانون 2022، لأنه لما كان القانون 2022 بقصد 20 هو رقم القانون 2022، لما صدر هذا القانون كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي عم تنهض عم تبلش تظهر بشكل أقوى، بس حاليا صارت بشكل أشرس، وبالتالي في عندك حالات جرمية لازم أنه تتجرم. في عندك أنت نسخة التسجيل الصوتي، شو يعني نسخة التسجيل الصوتي؟ أنا ممكن أسرق بصمتك الصوتية واستخدمها بأماكن تانية، أنا ما عندي جرم بنسخ البصمة الصوتية، هي واحدة من الحالات الجرمية الحديثة. ممكن معناته واحد يستخدم بصمتك الصوتية بمكالمة صغيرة، يسحب ترددات الصوتية لصوتك ويستخدمها فيما بعد مع مكالمة مع شخص آخر، ممكن من خلال هي المكالمة الصوتية ترتب عليها منعكسات تانية. وبالتالي برمجيات الذكاء الاصطناعي يفضل أنه نحن إذا نطور قانون 2022 نفرد لها مواد خاصة تتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لأنه صحيح هي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المتطورة، بس لكن ضبطها لازم يكون من خلال التجديد بالعقوبة في حال تم الفعل الجرم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. طيب اليوم مين هن الأشخاص يلي فعلا معرضين اليوم يوقعوا ضحية هي المشاكل بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟ هل هن فقط الأشخاص المشاهير، الأشخاص يلي عندهم متابعين زيادة كرمال يستفزون أكثر ياخذوا حساباتهم، أم لا أي شخص اليوم معرض لهي المشكلة ولازم يكون عنده وعي ويعرف يتصرف ويعرف كيف اليوم يمكن يحمي حسابه من أي مشكلة ممكن يتعرض له؟ طبعا هون المسألة موضوعية بتختلف بين حالة لحالة، بس الحالة العظمى هي بتكون أنا مو معقول استخدم تقنيات ذكاء اصطناعي ولبك حالي كرمال شخص بالنهاية ما بستفاد منه شيء. بالتأكيد أنا مثلا هلا إذا تم اختراق معلش خلينا نحكي بحالة عملية، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للحصول على حساب لكريستيانو رونالدو، هل يعتبر مثل مجهود استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للحصول على حساب شخصي لشخص عادي؟ أكيد لا. هي المعادلة الأولى. الحالة الثانية اللي هي الانتقام، ممكن أشخاص يستخدموا أشخاص آخرين للانتقام، وبالتالي أنا ممكن يتم التعامل مع المبرمج اللي هو المعتدي اللي حيكون فيما بعد أو الخبير التقني ليتم ضرب فعلا حساب شخص ممكن يكون شخص عادي ممكن يكون شخص مشهور، الغاية منه طبعا هي إيقاع الأذى فيه وسلب حسابه. اليوم معلومات جدا مهمة أستاذ فادي ذكرتها، بدنا نشكر حضورك لليوم، ودائما بنقول نحن أي موقف ممكن نتعرض له نتخلص من هي العقدة المجتمعية والخوف ونروح فورا للقانون، ما هو بالنهاية يعني التشريعات عم توضع لحماية هي المواطن. شكرا أستاذ فادي لحضورك، أهلا وسهلا. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك أستاذ، وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتها.